يعطيكم العافية جميعا، معكم هديل من قناة ميدسيديو، كملين معكم إن شاء الله بشرح تشابتر الأول من مادة علم الدم. نكمل، بس بدنا نرجع نذكر إنه كل هاي الفحوصات تندرج تحت الفحص السي بي سي، وخاصة تحت فحص تحت يعني بتندرج تحت الريد بلاد سيل، يعني كل هاي الفحوصات تابعة للريد بلاد سيل. طيب وصلنا لعند الام سي في اللي هو اختصار للمن سيل فوليوم، او اختصار لفينا نحكي المن كوربسكولار فوليوم. طيب ليش هم حاطين هاي اللي بين قوسين، يعني يا بنحكي سيل يا بنحكي كوربسكولار؟ ليش؟ لانه بس بدي احكي لك معلومه على السريع، انه في ناس احب بيحكوا انه ما فينا نصنف الريد بلاد سيل كخليه كسل. ليش؟ لانه هي ما فيها نواة، فخلينا نعتبرها ان هي كوربسكولار، نطلق عليها مسمى كوربسكولار. تمام. طيب حكينا هاي اول شيء عن الاختصار، رح نحكي عن التعريف، رح نحكي شو هي الوحده اللي تقاس فيه اللي بيقاس فيها الام سي في، رح نحكي انه شو بدل او شو هي الاسباب اللي بتخلي الام سي في يزيد او انه ينقص. طبعا هاي المعلومه مهمة كثير، رح تنسألوا عنها بالكفاءة، يعني بامتحان الكفاءة، بس نوصل عنها رح نحكي، رح أحكي لكم بالضبط ليش أو شو هو السؤال بالضبط. طيب أول شيء خليني أحكي لكم شو يعني الـ MCV. شو يعني MCV؟ يعني متوسط حجم كريات الدم الحمراء، ماشي. وهذا الفحص طبعا بينطلب لفحوصات من يعني لفحوصات الزواج، أوكي. فمتوسط حجم كريات الدم الحمراء هو الـ MCV. حاطين هون التعريف الـ average size of red blood cell، طبعا الوحدة تاعته اللي هي الفيمتوليتر، فيمتوليتر. وإذا بدنا نتم حسابها شو هي العملية الحسابية لحتى نحصل على الـ MCV، لما نيجي نقسم الهيماتوكريت على red blood cell count، ماشي، بنحصل على الـ MCV. تمام، فخليها ببالنا الـ MCV شو معناها؟ معناها هي متوسط حجم، يعني بتعطينا فكرة عن متوسط حجم كريات الدم الحمراء. طيب إذا كان في عنا الـ MCV عالي، طلع عنا النتيجة MCV عالية، ماشي، فهات بدل إنه الريد بلاد سيل حجمها أكبر من الحجم الطبيعي. طيب شو يعني إنه حجم كريات الدم الحمراء أكبر من الحجم الطبيعي؟ أعطيناها مصطلح اللي هو ماكروستيك. ماكروستيك يعني انه كريات الدم الحمراء حجمها اكبر من الحجم الطبيعي، وهذا بيدلنا انه في عنا انيميا، مؤشر لوجود انيميا. وسبب الانيميا يعني هون كمان حطينا السبب بالاخص اللي هو نقص فيتامين B12. احنا اخذنا بمحاضرات سابقه انه لحتى كريات الدم الحمراء يتم انتاجها بشكل صحيح في عندنا عناصر لازم يكون فيها نقصان، اللي هو الفيتامين B12، الايرون، الفوليت، اذا بتذكروا معنا. فإذا كان عندنا مشكلة بالفيتامين B12 رح يسبب لنا أنيميا اللي هو فقر الدم، وبالأخص اللي هو الماكروسيتيك أنيميا، بنسميه ماكروسيتيك أنيميا. شو يعني؟ يعني عندنا ريد بلاد سيل حجمها أكبر من الحجم الطبيعي. طبعا نحن دائما لازم يكون عندنا كل شيء نورمال، لا يكون إشي أكبر ولا أصغر، يعني لا أكثر ولا أقل. تمام، فالماكروستيك انيميا بيكون سببها نقصان في فيتامين B12. طبعا احنا هون بالاردن كثير كثير في حالات رح تمر معنا، يعني بعدين يعني بس تشتغلوا او بس تدربوا رح تلاحظوا كثير في ناس بتيجي بتعاني من نقص فيتامين B12 او من نقص الحديد، يعني كثير منتشر هون بالاردن. طيب اذا كان في عنا الـ MCV قليل، يعني نتيجه اقل من الطبيعي، فرح يكون شو يعني، يعني شو بدلنا؟ انه الريد بلاد سيل حجمها اقل من الحجم الطبيعي، فبنطلق عليها مصطلح مايكروسيتيك، فبيكون عندنا فقر دم مايكروسيتيك انيميا. ناتج عن شو؟ الفقر الدم ناتج عن ايرون ديفيشنسي انيميا او ثلاسيميا. عشان هيك حكيت لكم هي فحوصات الزواج، تمام؟ الام سي في من الفحوصات بتنطلب لما قبل الزواج، اوكي؟ فالفحص اللي أمامنا جدا مهم لحتى نفرق بين الأنيميا، نشوف اللي هي ناتجة هاي يعني فقر الدم اللي عندنا ناتج عن نقص الفيتامين B12، ولا ناتج عن نقصان الأيرون، أو في عندنا ثلاسيميا. تمام. طيب هاي حكينا الـ MCV شو معناها، نيجي للفحص اللي بعده اللي هو الـ MCH.
طيب ال MCH أول شيء هاي الاختصار معناه المن كوربوسكولار هيموغلوبين. إذا بدنا نحكي تعريفه يعني كم عنا هيموغلوبين بالريد بلاد سيل، يعني متوسط، خلينا نحكي بنحكي عن الماس، متوسط كتلة الهيموغلوبين الموجودة داخل الريد بلاد سيل، داخل الون سينجل سيل، يعني خلينا نحكي تمام في الريد بلاد سيل. رح نحكي شو هي الوحدة اللي هو البيكوغرام لكل سيل، وكيف شو هي العملية الحسابية اللي بنعملها لحتى نحصل على الام سي اتش. برجع بحكي هاي العمليات الحسابية نحن مضطرين انه نحفظها عشان بس كامتحان اذا قدمنا امتحان، ولكن بالحياة العملية ما في، يعني كل اوتوميتد صار، ويعني ما بنلجأ لهاي الطريقة، بس لازم نكون عارفينها. اذا قمنا بتقسيم الهيموغلوبين على الريد بلاد سيل رح يعطينا الام سي اتش تمام. طيب رح نحكي عن الحالات، انه اول شيء بما انه الام سي اتش هو بيعبر لنا عن كم عنا هيموغلوبين داخل الخليه تبعت الريد بلاد سيل، فبالتالي هو بتاثر بالسايز، بتاثر بحجمها. خلينا ماخذين هاي المعلومه بعين الاعتبار، الام سي اتش بتاثر بحجم كريات الدم الحمراء. اذا كان حجمها كبير رح يعطي انطباع انه في عنا هيموغلوبين كثير، اذا كان حجمها صغير للريد بلاد سيل رح يعطينا انطباع انه والله الهيموغلوبين اللي فيها قليل تمام. فبحكي لنا هون انه في حال كان ماكروساتيك، شو يعني ماكروساتيك؟ يعني الريد بلاد سيل حجمها اكبر من الحجم الطبيعي ماشي، فرح يعطينا انه هاير من الام سي ام سي اتش فاليو، فيكون رح تكون قيمه الام سي اتش عاليه. اما اذا كان مايكروساتيك يعني انه الحجم من كريات الدم الحمراء اصغر من الحجم الطبيعي ماشي، او بنعطيها مصطلح الهايبوكروميا، فرح يعطينا قيمه الام سي اتش قليله، ريديوس بالام سي اتش، فبتاثر بحجم كريات الدم الحمراء. اوكي طيب نيجي للفحص اللي بعده اللي هو الام سي اتش سي. هون عم نحكي عن تركيز، عن تركيز الهيموغلوبين، طبعا هو اختصار للمن كوربوسكولار هيموغلوبين كونسنتريشن، يعني متوسط تركيز الهيموغلوبين داخل كريات الدم الحمراء. فبحكي لهم هون احنا بنقيس التركيز. طبعا بس بدي احكي شغله انه هاي هذا الفحص ما بتاثر بالحجم، ما بتاثر بحجم كريات الدم الحمراء. اللي قبله الام سي اتش بتاثر بحجم كريات الدم الحمراء، اما هون لا ما بتاثر، هي حتى كاتمين اندبندنت. طيب واذا بدنا نحصل، اذا بدنا نعمل عمليه حسابيه لحتى نحصل على الام سي اتش سي اللي هي هذه العمليه الحسابيه اللي هي الهيموغلوبين على الهيماتوكريت، اذا قسمنا الهيموغلوبين على الهيماتوكريت راح يعطينا الام سي اتش سي، والوحده اللي هي جرام لكل لتر. فبس بدي احكي هون، خلينا احكي هاي المعلومه، انه بدي احكي ثلاث فروقات بين الام سي اتش سي والام سي اتش. اول فرق انه نحن الام سي اتش بنقيس كتله الماس للهيموغلوبين لكل ريد بلاد سيل، يعني لكل خليه، لكل خليه منفرده تمام. وثاني اشي انه بتعتمد يعني بتتاثر بالحجم، بتتاثر بالسايز للريد بلاد سيل. وكمان اما الام سي اتش سي حكينا احنا هون بنقيس تركيز صح، هيها احنا بنقيس تركيز الهيموغلوبين بالنسبة لكل الحجم، ده كل البكت ريد بلاد سيل مو للسنجلر تمام، وما بتتأثر بالحجم. طيب رح نحكي عن حالتين او مصطلحين كثير مهمة، طبعا احنا هاي الحالات الاسباب المصطلحات هاي كثير مهمة وكثير لازم نكون بعين، يعني ماخذينها بعين الاعتبار رح نسمعها، فلازم نكون عارفين شو نحن عم نحكي تمام. طيب رح نحكي عن حالتين، اذا كان في عنا يعني طلعت عنا نتيجة اقل من الطبيعي للام سي اتش سي، او اذا كان في عنا انكريز بالام سي اتش سي اكثر من القيمة الطبيعية. طيب اذا كان الناتج اقل من القيمة الطبيعية رح نطلق عليها هاي الحالة بالهايبوكروميك او هايبوكروميا. الهايبوكروميا شو يعني؟ يعني انه نحن عنا هيموغلوبين داخل الريد بلاد سيل كمية اقل، هاي تعريفها، انه هي عبارة عن انيميا
isn't enough hemoglobin in the red blood cell، يعني في عندنا كمية غير كافية من الهيموغلوبين داخل الريد بلاد سيل، تمام؟ فبنطلق عليها مسمى الهايبوكروميا. في عندنا مصطلح ثاني، المصطلح الثاني اللي هو الهايبركروميا. هاي لما يكون في عنا انكريز بالام سي اتش سي، لما يكون في عنا الناتج اعلى من الطبيعي للام سي اتش سي، معناته هون بنحكي انه في عنا هيموجلوبين الموجود داخل الريد بلاد سيل اعلى من القيمة الطبيعية، فبنطلق عليها هايبركروميا. شو يعني هايبركروميا؟ يعني هي حالة غير طبيعية بتدلنا انه في عنا انكريز بالهيموجلوبين كاونت داخل السيل، تمام؟ فهاي الحالتين لازم نكون نحن عارفينها، او هاي المصطلحين لازم نكون عارفين شو يعني، شو يعني هايبركروميا وشو يعني هايبوكروميا. طيب اول شي حكينا احنا الام سي في، في عن احنا بنحكي يا اما ماكروساتيك او مايكروساتيك، اما الام سي اتش سي بنحكي هايبركروميا او هايبوكروميا، يعني كل هدول المصطلحات متعلقات سواء بالام سي في او بالام سي اتش سي. طيب نيجي للفحص الجديد اللي هو الار دي دبليو. طيب الار دي دبليو هي اختصار لشو؟ هي اختصار للريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويدث. طيب خلينا نحكيها شو يعني لغتنا العامية. احيانا البون مارو بينتج لنا ريد بلاد سيل ولكن مختلفة الحجم، تمام؟ هو الاشي الطبيعي انه يكون كل نفس الحجم باي كونكيف، نحن بنعرف. طيب فالفحص اللي امامنا بيقيس لنا كم في عندنا اختلاف بحجم كريات الدم الحمراء. طيب معناها كمان هذا الفحص بيندرج تحت الريد بلاد سيل كمان، يعني من ضمن السي بي سي. طيب بحكينا هون اذا كان في عنا الار دي دبليو يعني قيمتها طلعت اعلى من القيمة الطبيعية، فهذا الشيء بدلنا انه في عنا اختلاف كثير بحجم كريات الدم الحمراء، يعني النخاع العظمي عم يعطينا الريد بلاد سيل اوكي، ولكن احجامها مختلفة. طبعا الحجم المختلف بيأثر على سريان الكريات الدم الحمراء داخل الأوعية الدموية، بيأثر على كثير شغلات، يعني كل شيء مو طبيعي مو مفيد. طيب فبهاي الحالة شو بنطلق عليها مسمى اللي هو الأنيسوسايتوسيس، وكثير رح نسمع فيها، برجع بعيد، كثير رح نسمع فيها أنيسوسايتوسيس، يعني في عندنا اختلاف كبير بأحجام كريات الدم الحمراء. طيب بحكينا هون بحالات الأنيميا رح نحن بنضل نطلب فحص الـ RDW مع فحص الام سي في، اوكي؟ وحاطين لنا هون شو هي العمليه الحسابيه اللي هو ستاندرد ديفيشن اوف ريد بلاد سيل فوليوم، تقسيم المن سيل فوليوم اللي هو شو حكينا يعني هو الهيماتوكريت ضرب 100 بيعطينا الار دي دبليو. واحنا ما عاد لجأنا ابدا لهي المخططات، طيب ماشي، بس لازم الواحد يكون عارفها. وبحكي لنا هون معلومتين، انه اذا كانت الار دي دبليو قيمتها عاليه معناها في عندنا كثير اختلاف في احجام كريات الدم الحمراء، وانه هذا الفحص بيساعدنا في تشخيص الميكست انيميا، لانه احنا بنعرف انه فقر الدم فيه لها اكثر من نوع، فهو مهم هذا الفحص بتشخيص الانيميا عشان نعرف شو هو نوعها. طبعا هاي المعلومات رح نعرفها ورح نتطرق لها اكثر في ان شاء الله في التشابتر الجايه. وهيك بنكون نهينا هذا التشابتر، والله يعطيكم العافيه.